معنا من كاليفورنيا البروفيسور حمود صالحي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أستاذ حمود، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، تحياتي الأخ رمزي. مرحبا. إذن حادثة غير مألوفة كما وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب والمترشح للرئاسية المقبلة أثناء تنشيطه تجمعا انتخابيا له في بنسلفانيا. ماذا يمكن التعليق على هذا الحادث؟ أولا يجب أن ننتظر لمزيد من المعلومات. لحد الآن المعلومات التي تأتي معلومات غامضة، حتى استعمال المصطلحات يختلف من قناة لقناة. فقناة سينان مثلا تستعمل مفردة إطلاق النار، مطلق النار، ولا تستعمل تعبير جريمة سياسية. فيجب أن ننتظر ماذا سيصل، لكن هذا سيؤثر كثيرا في الانتخابات المقدمة بكل تأكيد. أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيستعمل هذه الحادثة المؤسفة التي تمر بها الولايات المتحدة